معرض الزهور يعني معرض الأمل والمستقبل والتفاؤل، وطبعا يمكن من أحسن المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى في أشكالها وألوانها. فمعرض الزهور ده يعني يعتبر عبر التفاؤل، بشوفت أنت الألوان المختلفة للزهور، وطبعا هي من الأشياء المهمة طبعا. وطبعا هو بقت صناعة دلوقتي، صناعة الزهور وصناعة نباتات الزينة أيضا أحد أدوات التصدير، وبالتالي بتزود الدخل القومي لمصر. يمكن الصادرات لا تتعدى 36 مليون دولار، ولكن احنا بنعيد بقى المنظومة التسويقية وبنقيمها اقتصاديا عشان نزود الدخل ونزود الصادرات. طبعا ايضا برضو لازم ادخل البحث العلمي الزراعي باستخدام التقنيات الحديثة زي زراعة الأنسجة، زي حضرتك المعاملات مع بعض الحصاد، عشان انا بصدر فلازم انظر لمعاملات بعض الحصاد. طبعا المعرض فيه 149 عارض، المساحة زيادة السنة دي عن 20% عن المساحة العام الماضي، فأنا أعتقد إن ده شيء كويس، وكل سنة وأنتم طيبين وعيد ربيع على مصر كلها، ويبقى إن شاء الله الخير كل مصر بإذن الله. ده إحنا طبعا زهور القطف مهمة جدا، والصادرات لازم نركز ولازم نستخدم التقنيات الحديثة. يمكن أعتقد في زراعة أنسجة وفي معامل زراعة أنسجة بتشتغل في ذلك، ولكن عندنا مشكلة في المعاملات مع بعض الحصاد. أعتقد إن إحنا يعني في حاليا لجنة مشكلة لتقييم منظومة التسويق لنباتات الزينة وزهور القطف عشان نزود الصادرات للخارج، ودي مطلوبة، وهي دي أحد أدوات زيادة الصادرات في مصر. بنقول لأهل مصر كل سنة وانتم طيبين. بداية ده مؤشر لبداية الربيع، الزهور بتاعنا التفاؤل بتاعنا الجمال بتاعنا الإحساس بالجمال بقت صناعة، نباتات الزينة بقت صناعة، نباتات الطبية بقت صناعة، لازم نهتم بيها، هي مستقبل إن شاء الله للصادرات بتاعتنا. المعرض دوت فيه بعض الزراعات اللي هي بتتحمل درجة ملوحة عالية، وده احنا محتاجينه، هتستخدم في يعني الموقع العام سواء في الساحل الشمالي او في ساحل البحر الاحمر، ده هتساعدنا في التنميه. كل الدنيا شايفه المعرض دوت، بيشوفوا المنتجات اللي في مصر، بيشوفوا الامكانيات اللي في مصر، وبالتالي هيبقى في فايده ان شاء الله، عائد على التصدير، يبقى عنا على التصدير باذن الله وزياده التصدير. بتحاول التعاون كبير، يعني في النهارده معرض زهور ربيع في وزاره الزراعه، ان شاء الله في خلال اسبوع هيبقى في القناطر معرض زهور ربيع برضه. الربيع بالنسبة لنا ده بداية تفاؤل، بداية موسم جديد. طبعا صناعة الورد والنباتات يعني العطرية والنباتات الطبية بقت صناعة، ما بقتش مجرد لزينة بس، نباتات الزينة بقت صناعة بتصدر. شفنا النهاردة حاجات بتتحمل ملوحة، درجة ملوحة 8000 جزء في المليون، ودي حاجة كويسة ان احنا بنشتغل على نباتات زينة بتتحمل ملوحة عالية، وده مهمة لينا لان احنا عندنا ندرة مية، ودي الحاجة اللي احنا بنأكد عليها، نباتات اقل استهلاكا للمية وبتدي نوع زينة كويس. الذوق العام كله بيرتقي برضو نتيجة يعني وجود المعارض ديت واستمراريتها، واحنا ان شاء الله نعمل مع بعض ان احنا نخلي المعارض دي على مدار العام، بحيث بتعلي الاحساس بالجمال وبتعلي الاحساس بالتفاؤل، وده احنا محتاجينه في مصر يعني. Oh, this is a great exhibitions. المعرض رائع جدا وهو منبهر بيه، وبيتمنى انه احنا نشارك في العام القادم، لانه للاسف احنا فوتنا الفرصه العام ده ان احنا نشارك في المهرجان.
participate in this great event. Also a cooperation. هو الحقيقة احنا في بيننا مذكرات تفاهم ما بين اندونيسيا ومصر في مجال الزراعة. كمان في تعاون كبير في هذا المجال ما بين البلدين، ولكن حجم التبادل التجاري في ظهور القطف قليل جدا، ولكن احنا نأمل ان هو يزداد في المستقبل. Cooperation in this sector.